وشام اي ثواني بس عشان جرب الجهاز. ثواني عشان ما توديني بستين داهية. ثواني. هاي تجربة شاومي 13 تي برو. بس أنا حاب أجرب بعدين راح أجاوب سؤال هني. لما وصلنا لهذا الفلتر اضطريت إني أطلع من سناب شات ودش ثلاث مرات. يعني الفلتر اللي فيه AI عالي يقطع على الجهاز هذا. طبعا هذا عليه معالج ميديا تك 9200 بلس. فالأماكن اللي يجرب فيها المعالج هذا الأماكن اللي فيها AI نفس هذا. كل ما يكون الفلتر فيه كواليتي أو فيه تفاصيل يعلق عندي وقف مدة بعدين يرجع مرة ثانية. هذا الأمر ما يحصل مع المعالجات كوالكم ترى. إيه بالآيفون ما يحوشنا إحنا. ماشي. بالآيفون يحوشك حرارة وصرف طاقة. بس كل ما يزيد تفصيل كل ما يكون الذكاء الاصطناعي مو مضبوط على الجهاز. يعني أنا ملاحظ إن X1 X2 X3 اللي موجودين على الفئات العليا ما يحصل هذا الأمر معي. هذه التجربة خسرنا فيها 5% من البطارية. يعني كل ما تزيد التفاصيل كل ما أفقد بطارية وفي حرارة صوب الكاميرا. بصراحة تجارب الميديا تك للحين مو مرضية، ولكني بانتظار جديدهم. أتوقع أن التقسيمة الجديدة راح يكون أداءها أفضل، لكن أيضا راح يكون الصرف عالي بسبب الأربع أنوية زائد أربع أنوية لمعالجهم الجديد. حسب التجارب في تعليق واجد. كل ما يكون الاي اي عالي او في تفصيله او تتحرك بينهم يوقف، لازم يطلع من التطبيق ترجع مره ثانيه. على العلم ان هذا الامر ما يحصل على معالجات سناب دراجون 700 ترى، لكن يحصل معي مع شاومي تحديدا وهذا النوع من المعالجات تحديدا. صباحكم الله بالخير من جديد. تسجيل من شاومي 13 تي برو وجاري تجربه شاومي 14 برو. يميز هذا الجهاز 68 مليار لون، واللي يعطيك كواليتي اعلى في الصوره والفيديو، وما راح يفيدك حيل في جوده الايقونات مثلا على الشاشه او السيتنج. تميز ايضا بالشحن السريع اللي هو 120 واط، شاحن خاص تايب A تو تايب C وليس CC وليس PD. على الورق من 0 إلى 100% خلال 18 دقيقه، على ارض الواقع ثلث ساعه، ويعتبر من الارقام العليا مؤخرا. الجهاز يأتي بنسختين 13 تي و 13 تي برو. الفرق ما بينهم المعالج والذاكرة الداخلية والشاحن وتسجيل أو تشغيل الفيديو 8K أو 4K. النقل ممتاز على الجهاز، واي فاي 7 بلوتوث 5.4 الأقمار 5 NFC انفراريد IR USB مكتوب 2.0. شوف أظن أنه 2.0، أنا ما جربته للحين، بس بما أنه USB Type A to Type C لل 120 واط فأغلب الظن أنه نعم 2.0، لكن راح أتأكد لك. ما في FM راديو ولا في مايكرو SD شان عشان كل الأجهزة حاليا تقريبا كل الأجهزة، يعني عدا الميد رينج مثلا. قياس نبضات القلب من خلال بصمة الأصبع، الريشو 20:9، إمكانية قفل كل التطبيقات شان عشان واجهة شاومي. في أشياء زينة بالجهاز، ما راح أقول لك الجهاز سيء، جهاز فيه أشياء حلوة فيه، بس ما ادري ليش انا راجع خطوه للخلف. يعني ناطر تجربه 14 برو، ناطر عالمي ما نزل، راح اجرب الصيني، راح اعطيكم تجربه الصيني. فاتوقع ان الجديد منه راح ياخذ، يعني يسوى فلوسه، مو هذا، هذا الجهاز متاخر حاليا. جديه اي عادي، اقدر هذا الامر، مو لازم تاخذ بجديه، خذ المعلومه طرف المعلومه كافي. انا قبل كنت اسجل بجهازين، يعني اذا بقيم جهاز مثلا S23 اشتري اثنين S23 وأصور واحد بالثاني علشان يكون نفس الفيديو اللي أنا أسوي فيه أنبوكسنج أو شرح للجهاز هي نفس كاميرا الجهاز بالفيديو علشان أوريك التجربة، فأشوف أنها أقرب للمستخدم العادي. ما أجيب لك مشاهدات والبكاء أوكي، بس أنها هي الصح علشان تقيم الجهاز، خصوصا إذا الجهاز نازل له أبديت أو اثنين. الجهاز سوشيال ميديا S23 ألترا، طبعا في أجهزة أندرويد، يعني بسبب دفع قريب النص مليار ولا أكثر لسناب شات، فهو سبورتد. يعني لو تشتري الجهاز، لا كان المفروض انك شاريه من زمان، ترى الجهاز قديم بالسوق. انا اخذته بسبب تواجد مشكلة امنية بجهازي الثاني، ولازم انقل عندي والت سوفت والت وكريبتو، فما اقدر انقل لاي جهاز، فاخذت هذا الجهاز مؤقتا على ما افرمت الجهاز وعالج. انا الجهاز الاساسي 23 الترا طبعا، لكن كان المفروض انك شاري المي 14 برو او صابر شوي وماخذ العالم. يعني الجهاز هذا توقيت شراء الحين بالقيمة هذه غلط. يا ليت ترد على استفساري، ترى انا ما عندي الخاص، مو شغال، الردود تجي عندي على العام ومو شرط اقراها كلها، يعني ف
اعتذر بانك ما اقدر انا اشوف كل الاسئله ولا اقدر ارجع للخلف، الاسئله عندي بالمئات فما اقدر بصراحه. تاب اس الاخير اللي هو 9 يعتبر كل الاجهزه جيده، صغير والوسط بلس والالترا. انا عندي صغير ومستانس عليه مع الكيبورد 5G، عادي تقدر تاخذ اقل نسخه تمشيك. 8 رام 12 رام في فرق ما بينهم في الجيمز الاحترافي فقط، بس استخدام عادي لا. تجربة لا قيمة لها؟ لا ممكن يكون لها قيمة، يعني أي شيء أي إضافة ممكن يكون لها قيمة. يعني أنت الحين شفت الكواليتي هذا بالليل، ما يعني لفت انتباهك كل شيء، ممكن في قيمة لها. ليش ما في قيمة لها؟ في أجهزة مو سبورتد وكاميراتها كانت جيدة مثل ون بلس سابقا مثلا. أنا كنت بجرب هذا الجهاز وبتكلم موضوع جانبي بس ببين على كواليتي الكاميرا أي كلام، فراح أوقف موضوع الجانبي لما نرجع لـ 23 ألترا على الأقل يكون كواليتي الكاميرا أفضل للحديث عنه. فتصبحون على خير، نأجل هذا الحوار للرجوع لجهاز آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.